ولفقراتنا لليوم رح نروح فيها بعالم الصحة، والصحة يلي بتهم كل السيدات هي صحة البشرة وصحة الجسم، خاصة بارتفاع درجات الحرارة المرافقة لارتفاع الأسعار بالسوق. كيف فينا نحن نعمل خلطات بالبيت؟ كيف فينا نحن نستفيد من المواد يعني يلي فينا كلنا نشتريها من السوق الموجودة بالبزورية وموجودة بكل الأسواق ومتاحة للجميع؟ رح نحكي أكثر كيف فينا نهتم ببشرتنا أكثر ضمن إمكانياتنا مع الصيدلانية الدكتورة دنيا بشور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور يسعد يا صباح صباحك. وسمر، كيفكم؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن المستحضرات الطبية اللي بتعطي للبشرة نضارة، يلي يعني بتحمي البشرة من الجفاف وبتحافظ على البشرة من الشيخوخة، خلينا نحكي عليهم. هلا نحن عنا كتير شغلات عن جد، يعني بيقولوا الواحد احيانا بندور لبعيد وبرات بيتنا، مع انه الله عن جد عاطينا شغلات طبيعيه هي موجوده ضمن بيت ومطبخ كل ست بيت. يعني مثلا عنا الشغلات هلا بسبب هالظروف وهالغلا اللي صاير بالسوق، فينا نحن شغلات نعملها نرطب بشرتنا ونحافظ عليها ونخليها نضره، بس بشويه اهتمام واستعمال مواد طبيعيه موجوده عنا بالبيت. مثلا مثل زيت الزيتون اللي هو كتير منتشر، هذا كتير حلو لترطيب البشرة للوجه. عنا زيت جوز الهند هلأ صار أسهل على الصبية، بدل ما ننزل نشتري كريم مثلا من السوق رح يكون سعره غالي، نحن قادرين أكيد نشتري زيت من البزورية من عند العطار، يعني قصته صارت أسهل وأخف، يعني ولو كان يمكن نلاقي شوي غالي بس مو قد الكريمات، نحن قادرين أكيد. نطبق على إيدنا أي خلطة تكون مفيدة. فمثلا عنا لحتى ناخد مثلا نتيجة كتير حلوة ونحن نكون هو مثل روتين نعمله دائما بالبيت، فينا نعمل أول شيء تقشير لحتى ناخد بعدين الترطيب الحلو، لازم يكون ترطيب على بشرة نظيفة. فنحن بنبلش بماسك مثلا للتقشير، هو كتير بسيط وموجود، ممكن يكون زيت زيتون أو زيت جوز هند أو زيت لوز، حلو كتير حلوين هودي للبشرة. بنحط معه شوفان مطحون او كركم او قهوه، حتى بتصور هالمكونات موجوده عند كل ست بيت. حطيناهم يعني كلهم بنطحنهم وبنحطهم مع بعض؟ مزبوط. اوكي، او فيك تختاري وحده منهم، ما ضروري الكل، يعني حتى انت مسكتي طبقتيه على وجهك على بشره نظيفه. نحن عم نحكي على هذا السكراب مو مزبوط؟ هذا هو، خلينا انا جبت مثال عنه حتى تشوفوه عشان السيده هو. تشوف كيف اي ما بيطلع بعرف وين شكله الكاميرا. ولونه. هو زيت وبقلبه ال عم بيصير زيت. هو زيت، ايه اوكي، زيت ضمنه هالمواد الجافه اللي هي ما بتنحل فيه، اللي هي نحن باودر بدها تكون مزبوط. مطحونه، ما بدها مزبوط. تكون ممكن نحن نجيبها مطحونه جاهزه حتى تكون عند ست البيت هيك. بنحطهم على البشره وبنبلش نمرغ فيها هيك بشكل دائري بدون ما نشد، اهم شيء ما تمام. نشد دائري، نتركه 5 لـ10 دقائق تقريبا، بعدين بنغسله وبنشيله. بعد ما نغسله حلو نعمل حمام بخار للوجه. فهو نحن بنجيب جات مي سخنة، بنحط وجهنا قباله، بنحط منشفة على راسنا بشكل نغطي، نركز البخار كله على البشرة، هيك بتكون هي عم تفوت البخار، ما تنظف المسام، ما يوسعه وينظفه من جوا. بنشيله، بنشيل البخار، بنشيل وجهنا يعني عن البخار بعد ربع ساعة. نعمل بقى هون ماسك مرطب، ممكن يكون حليب، ممكن يكون حليب مع حامض، ممكن يكون لبن، ممكن يكون عسل. عسل كتير حلو للبشرة الجافة، بيقولوا إذا كانوا شوي هيك محمضين بيكونوا أحسن، صح؟ ايه، لأنه يعني إنه ما مضاد تكبوا التهاب. اللبن والحليب المحمض شوي، حتى مزبوط اللبنة منيحة، صح؟ مزبوط، كنا نحطها على وشنا ليه؟ صح، لأنه هي فيها مواد مضادة للالتهاب، فهي كمان كتير حلوة كمان للبشرة الدهنية تحديدا. تمام. فأنت عم تكافحي الالتهاب اللي هو ما يؤدي للحبوب، ما يؤدي ليصير في إفرازات دهنية زيادة، فلهيك كتير مفيدين هن. تمام. لكن نحن عم نحكي عن خلطات وخطوات نحن فينا نعملهن بالبيت بتكليف يمكن بسيطة، يعني بسيطة جدا هلا جدا، ممكن تقلي ولكن ست البيت ما عندها زيت لوز حلو بالبيت، بس انه سهل تشتري او مثلا، فيكي تاخدي عنه او شو ممكن زيت زيتون، زيت او زيتون، ممكن هو زيت زيت جوز زيتون الهند. اهم شيء. ولكن خلينا نحكي مثل هيك خطوات او ماسكات وتقشير، هو مره بالاسبوع او فينا نعمله مرتين؟ وخلينا نحكي انه هدول القصص السهله فينا كل يوم نعملها ولا لا؟
لا الافضل شو الفيدباك عليها؟ التقشير مثلا للوجه الافضل يكون للبشره العاديه مره بالاسبوع. تمام. للدهنيه ممكن نعمل مرتين. للجافه لا، يعني مره بالاسبوع او مره بالاسبوعين. أنا حتى كنت بدي اسالك، الماسك هذا الطبيعي بيجي على البشره المختلطه والجافه والدهنيه، يعني كل انواع البشره بتناسب هيك ماسك؟ مزبوط، هذا تبع التقشير بيناسب كل انواع البشره. تمام. بس الماسك بعدين يلي بدنا نحطه للترطيب وكمان نتركه على وجهنا، هذا لا، اللبن هو للبشره الدهنيه والحليب كمان للدهنيه. عندكم ال عم بيقولوا شو الموز والحليب لترطيب البشره المختلطه مزبوط. مثلا عنا كمان منيح. شو رايك انت بهالماسك للبشره كتير المختلطه؟ حلو، هذا كثير حلو عن جد، لانه كثير منيح. نحن البشره المختلطه كمان فيها هي دهنيه. تمام. والعادي بيقولوا لها كمان تي زون، هي لانه هون هالمنطقه هي اللي بتكون الدهنيه فيها. فكتير الحليب وقت مضاد التهاب هو، وبيقشر بيعمل تقشير خفيف، هو عم يطهر كمان جوات البشره شو فيها اي التهاب. كمان حلو اذا زدتي له حامض، بيعطي كتير نتيجه حلوه مشان ينشف الحب. انا بعرف ماسك هو عباره عن ماسك قهوه مع زبده وشويه سكر كمان وعصره ليمون. هلا السكر انا ما بفضله للوش، فانا قاسي لانه السكر صح؟ قاسي ممكن يخرش، لهيك كنت عم اقول لك حتى التدليك بده يكون كتير ناعم. احنا ما نفكر انه لا، التدليك بيكون ناعم بس صحيح. بحس النتيجه بتطلع فورا، يعني فورا بتظهر، بتعطي النضاره وبتحسي بشرتك انشدت، وبالاخص كمان اذا حطيتي شويه عسل او اذا حطيتي بيض كمان كثير بتطلع حلوه، كثير حلوه ريحته. لا بس بتروح. السكر الافضل اللي نستخدمه للجسم، للجسم سكر مع زيت زيتون مع زيت جوز هند كثير حلو، حتى ملح الصخري القاسي شوي اللي بيكون كبير، هدول حلوين اثناء الحمام الصبيه فيها تستعمله، تعمل سكراب كامل للجسم مزبوط، وتطلع بمواد من وجود البيت. الزيت بينعم البشره، تحسي يعني هي كمان بتاخذ نتيجته فوريه، طلعت من الحمام كثير كله ناعم، الوجه كمان كله. كثير من الصبايا عم بيعانوا من حب الشباب على الوجه، ويعني وهذا الشيء كمان عم بيترك اثر على وشهم، وهذا الشيء يعني اكيد يعني شكل مو حلو للصبيه. خلينا نحكي شو الماسك الطبيعي اللي ممكن يفيدهم يروح اثار حب الشباب او يعالج حب الشباب برايك؟ هو اللي هلا ذكرته من شوي، يعني اكثر شيء هو دارج للحب الشباب اللي هو الحليب مع الكركم مع الحامض، يعني هذا اكثر ماسك مشهور للبشره الدهنيه. الكركم بده يكون مطحون اخضر ولا يابس؟ اليابس. لا اليابس. فكمان تمام. خلينا نحكي هاي البخاخة، فيها شيء هيك من تحت شغلات شكلها توم، توم وبصل خس جرجير. هلا ايه لكان ايه اكيد الخس كتير كتير حلو للشعر، حتى فيه خواص مملسة للشعر، كتير بتاخذي شيء حلو منه. كيف بتنبخ على الجذور ولا على الشعر؟ قبل ما تتحممي بتحطيه انت على البشر، على شعر نظيف اهم شيء يكون، يعني انت عملتي دوش سريع للشعر، حممتي نشفتي وخلص بتحطي بتبخي. هلا هو كمان فيك تحطي زيت زيتون، خس، جرجير، يعني الشغلات الموجوده شغلات بالبيت، شغلات الموجوده بالبيت. ايه بصل وثوم، الريحه مزعجه شوي بس بتروح. على الحمام. اوكي. بتبخي على كل الجذور، بتبخي حتى على الاطراف. ليش؟ لانه فيكي انت اذا ضفتي له زيت جوز الهند كثير بيعطي نعومه ولمعه للشعر، يعني انت عن جد بتطلعي من الحمام اذا بدك تنشفي وتعملي سشوار لشعرك تلاقيه كمان هيك مريح بال على بما انه فيه بصل وفيه ثوم وهالقصص. الصبية بس عم تحط مثلا بصل او شيء من هالمستحضرات بس الطبيعية. احسن من البيض. انا الشعر ما قدرت ابدا اجربها. عم بيعانوا من الريحة، يعني نحن كيف ممكن نساعدهم يتخلصوا من الريحة؟ بتروح. في عالم او في من بعض من الاشخاص بيقولوا مثلا حطي قهوة، حطي خل، انت شو بتنصحيهم بعد هيك ماسك؟ هلا انا عن تجربه جربته. تمام. بيروح بالحمام بس بده شيء ثلاث مرات حمام، يعني تمام. ثلاث مرات شامبو على نفس الحمام، يعني ما يستخدموا لا قهوه ولا لا ما في داعي لا خل ولا اي شيء. هلا في عالم مثلا بتقول لك انه القهوه مفيده كمان لتقويه الشعر، انا بفضل الزيوت هي، يعني حتى انت كمان في عندك حريه التحكم، يعني الصبيه او الشاب او اي حدا عنده قشره كمان فيكي انت تنقي الزيت اللي مناسب للقشره. مثلا في عندك زيت اكليل الجبل رائع للقشره بكافح القشره، في زيت الخروع منه بيفيد للتطويل ومنه بيفيد للقشره ضد القشره.
عندي كمان هلا يعني هلا دارجي كمان قصة زيت الميرامية، ما يكون في هن بيقولوا انه بقلبه اصباغ ملونه، فهي بس تيجي على الشعره يعني تحفزها انه تضل على لونها الطبيعي، فهي بتروح الشيب بتكافح الشيب عن جد. هي الجديده هيك عم حلو بيقولوا. حلو، لانه خلينا كمان نحكي في قطره وفي شو، هي القطره وفي هي كمان حده، خلينا نحكي عنهم اثنينهم قبل ما نخلص. هلا هذا انا حطيته هيك بهالطريقه لتطويل الرموش والحواجب، لانه كمان كلنا بنحب يكونوا تمام. هو حطيته هيك كمان زيت لوز حلو، زيت جوجوبا، زيت زيتون، زيت اراغان، فيتامين اي، هدول كلهم في الواحد يجيبه من البزوريه. بتحطيهم على اي ريشه مكياج قديمه عندي تبع بتحطيها على الرمش من فوق على الجزر ومن تحت كمان، بعدين بتمسديهم. هيدا كله بعد غسيل الوجه المساء بتحطيهم، وتاني يوم الصبح بتغسلي وجهك. يعني هو استخدام يومي هاد؟ مزبوط، هاد استخدام يومي. حمام وامتى بتطلع النتيجة؟ بدك اقل شيء شهر ونص. ليش؟ لانه دورة حياة الشعر طويلة، يعني مو انه قصة لانك عاملة شيء طبيعي ومن هون فهو بطيء او ما نو فعال. لو جبتي احسن ماركة بالدنيا لتطويل الشعر او تطويل الرموش بدهم شهر ونص اكيد، لانه دورة حياة الشعر بطيئة، سنت واحد بس بيطول الشعر خلال الشهر. بس انت كأنه عم تستخدمي منه، لانه الحمد لله مشكسفين وحلوين. تسلمي. ما شاء الله بدي اقول لك على الخشب اللي بتقولي لي. لا لا بعرف. كمان خلينا ناخذ هلا هذا هو المقشر السكراب الجسم، حكيت عنه من شوي. أوكي. ممكن يكون بسيط كثير، فيك تزيدي كثير شغلات، بس فيك تعملي كمان بس سكر وزيت زيتون او زيت جوز هند. يعني كل شيء عم نرجع للقديم. عن جد يعني صرنا ما بقى نستعين بطبيب، صرنا نستعين بالتيتا تخبرنا. مزبوط. وخاصه اللي بيهتموا تيتات اللي بيهتموا بالطبيعه، قد ايه في عندنا منتجات منيحه لجسمنا، منيحه لبشرتنا، منيحه لنفسيتنا. صحيح. كمان يعني لازم تستمر العنايه بالطبيعه وبالمنتجات الطبيعيه لحتى يمكن نستفيد ونفيد الجيبة كمان. الجيبة يعني هو بظل هالوضع بتحسي صار الواحد ما يطول باله عن جد ويفكر انه انا كيف فيني احصل على هالنتيجه. مثلا نحن حتى الكريمات اللي بالسوق او الزيوت بيكونوا، او الكريمات مثلا بيقولوا لك بخلاصه زيت الكذا، مثلا بخلاصه الالوفيرا، طيب ناخذه نحن مثلا. عندك شيء كمان زياده على الروتين اللي كنا بنحكيه، خرجي نعمل مره بالاسبوع، انك بس هيدي بتعمليها كل يوم، هي مكعبات الثلج مع مية الورد. كمان قصة بسيطة وكتير حلوة وبتسكر المسام، يعني انت الصبح بعد ما غسلتي وجهك بمي فاتر وحطيتي المرطب اللي بدك اياه، امتصوا الجسم الجل الوجه، خلص انت مرقي مكعبات. قبل ما نختم عم يحطوا معهم فيتامين سي صح؟ ولا ممكن منيحة؟ ممكن حتى. أوكي. ممكن انك تحطي معه برش خيار. أوكي. كمان لانه بيضيق المسام، فهون احيانا اذا بين ازرق او شيء بيكون بسبب الاوعيه شوي مفتحه فهو بيضيقها. اوكي اكيد. كثير اليوم استفدنا من معلوماتك القيمه، واحلى شيء الواحد يرجع للطبيعه وللمستحضرات الطبيه، ما في احلى منها للبشره ونضاره البشره. بنتشكر كل معلوماتك القيمه وبنشوفك اكيد بحلقات قادمه. شكرا لكم كثير، انا انبسطت، وشكرا للاخباري. شكرا كثير لك.